موجز لأهم الأخبار، أهلا بحضراتكم. قال الرئيس السيسي إن التحديات التي تواجه الدول الإفريقية واحدة، واعتبر الرئيس خلال كلمته بفعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الإفريقي بالقاهرة أن الشباب هم القادرون على تغيير الواقع بالجهد والصبر والإصرار، مؤكدا على استعداد مصر لتأهيل الشباب الإفريقي في الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب. طالبت فلسطين عقد اجتماع طارئ للجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الأربعاء المقبل، وأوضح مندوب فلسطين لدى الجامعة أن الجلسة ستخصص لبحث تداعيات قرار واشنطن بنقل سفارتها إلى القدس المحتلة والاعتراف بالمدينة عاصمة لإسرائيل. أظهرت النتائج الأولية للانتخابات العراقية حصول ائتلاف النصر والإصلاح بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي على 65 مقعدا، ثم كتلة سائرون للإصلاح بزعامة السيد مقتدى الصدر ب 51 مقعدا. وبحسب المفوضية العليا للانتخابات سيتم إعلان نتائج الانتخابات التشريعية في غضون يومين. دمر الجيش السوري أوكارا لتنظيم داعش الإرهابي في الجزء الشمالي من حي الحجر الأسود في إطار عملياته العسكرية جنوب العاصمة دمشق. وذكرت وسائل وإعلام رسمية سورية أن سلاحي الجو والمدفعية وجها خلال الساعات الماضية ضربات مركزة على محاور تحركات المسلحين وعلى بؤرهم، ما أسفر عن تكبيدهم خسائر بالأفراد والعتاد. ما بين استنفار إسرائيلي وغضب فلسطيني تبقى فلسطين في المواجهة. إذن نظرة تحليلية مع زميلي حسان بشير بعد قليل، انتظرونا.